يا أهلا وسهلا ومرحبا. اليوم نحن هذه حلقة ثالثة من أسعار السيارات عند الوكالات موديلات 2022، واليوم حلقتنا عند هافال. هافال عندهم مجموعة سيارات كبيرة جدا عليها طلب واسع ما شاء الله تبارك الله، وأنا شخصيا تجيني أسئلة كثير عن الماركة هذه، فاليوم بغطي لكم كل الأسعار، وإذا مو مشترك اشترك ويوصلك كل جديد من أسعار من عروض من أخبار السيارات، فخليكم معنا. اليوم في هافال موديلات 2022، طبعا جميل أسعار سيارات هافال اللي راح نذكرها توفر لدى شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة، وكلها شاملة ضريبة القيمة المضافة 15%. وراح نبدأ في الدارك هول، هذه آخر سيارة سوينا عنها ريفيو هنا في المربع نت، سيارات جدا جميلة معطينها طابع أفرودي أكثر بالنسبة للدارجو، فراح نذكر أسعارها. طبعا دارجو تتوفر فئتين، الفئة الأولى هي سبورت بسعر 109,239 ريال سعودي شامل الضريبة، الفئة الثانية هي أدفنشر تجدف رباعي بسعر 124,189 ريال سعودي شامل الضريبة. وأبرز شيء نذكره عن السيارة هذه إنها تجي بدفلوك خلفي، الديفرنس الخلفي تقدر تستخدمها في حال إنك نشبت في رملة أو مكان فيها زر الدفلوك، وطبعا فيها كذا مود للسواقة للقيادة في الأماكن الوعرة. فهذا هو الدارجو 2022. يلا خلينا نروح السيارة اللي بعدها، ننتقل إلى الجوليان. الجوليان هذه تعتبر فيها كروسوفر متوسطة إلى صغيرة الحجم، وتعتبر من أواخر السيارات اللي نزلت في عائلة هافال، تتوفر بثلاث فئات وهي كالآتي. أول فئة هي البيسك ستاندر، يعني سعرها 68,414 ريال، بعدين تجي فئة الأكتف بسعر 74,164 ريال، وأعلى فئة هي البريميوم بسعر 83,364 ريال. اللي حاب يشوف سيارة مستعملة أو جديدة منها يقدر يشوف تطبيق مستعمل وتصفح التطبيق، ويقدر يشوف كل السيارات هناك مع أسعارها. وننتقل للإتش 6، هذه السيارة اللي جلبت الحظ الهافال وجلبت الناس كثير الهافال بجودتها صلابتها ومتعة قيادة فيها، وأنا واحد من الناس اللي استمتعت قيادة الإتش 6. وميزتها أيضا أنها من أكثر السيارات الصينية بالنسبة لي عزلا للصوت وعزما، صراحة جميلة جميلة من كل النواحي. أنصح اللي يبدي يشتري سيارة بهالفئة من صانع صيني H6 لا تفوتك. عموما H6 تجي بأربع فئات، أول فئة هي البيسك 83,939 ريال، بعدين الأكتف 94,289 ريال، بعدين نروح للبريميوم دفع أمامي بسعر 103,489 ريال، بعدين بريميوم دفع رباعي مستمر 108,089 ريال سعودي شامل الضريبة. وش رايكم في اجمل سياره صورتها اليوم لكم في المعرض، او اختاروا واحده من اجمل السيارات اللي صورتها اليوم في المعرض؟ واذا انت تمتلك هافال من السيارات الجديده هذه صورتها او القديمه من هافال، اكتب لنا في التعليقات وش رايك في السياره وتجربتك معها، تجربتك مع الوكيل ايضا وصيانه الوكيل. فيعطيكم العافيه، اذا ما تشترك في القناه فكر تشترك، فعل زر الجرس ولا تنسى تسوي لايك على المقاطع اللي تعجبك، واللي تعجبك ايضا انشرها لعل غيرك يستفيد. يعطيكم العافيه، ونشوفكم ان شاء الله في تغطيات اخرى مع مربع نت. مع السلامه.